بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعنا معهم بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. أيها الأحبة المشاهدون، سنتحدث اليوم بإذن الله جل وعلا عن موضوع بالغ الأهمية يطرحه الكثير من الناس، موضوع من يصوم ولا يصلي. أولاً، لا بد وأن نعلم أن قضية الصلاة قضية عظيمة. الأمر ديال الصلاة أمر جليل، وأمر الصلاة أيضاً أمر جلال، أمر عظيم. ذلك أن الصلاة اللي خصنا نعرفه عن الصلاة هي أنها هي الركن الثاني مباشرة بعد الشهادتين. بعد ما تشهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مباشرة يأتي الركن الثاني وهو الصلاة. والصلاة كما هو معلوم هي عماد الدين. الصلاة عماد الدين، من أقام الصلاة فقد أقام الدين، ومن ضيع الصلاة فقد ضيع الدين. ولذلك يعني الصلاة هي صلة، صلة تتربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى، تتقوي الصلة ديال الإنسان بالله عز وجل. الصلاة صلة مع الله، الصلاة تصلنا مع الله عز وجل، الصلاة تجعلك موصولا بربك سبحانه وتعالى. ثم الصلاة يعني كذلك فيها مناجات لله سبحانه عز وجل، تتناجي الله عز وجل حينما تصلي، تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى تيتجاوب معك، تيقول لك حمدني عبدي. فإذا قلت الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، قال الله عز وجل مجدني عبدي. فإذا قلت يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، الله سبحانه وتعالى يقول لك هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذا معنى هذا كاين واحد الحوار بيننا، وتيكون بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في الصلاة. ثم كاين قضية أخرى، هذه الصلاة اللي تنتحدثوا عليها حنايا وتنتكسلوا فيها يعني أحيانا، إمتى فرضها الله سبحانه وتعالى؟ فرضها الله عز وجل، الله عز وجل فاش بغات تفرض يعني الزكاة تفرضته النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض، ولما أراد سبحانه وتعالى أن يفرض الحج كذلك تفرض الحج والنبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، والصوم والنبي عليه الصلاة والسلام في الأرض. ولكن لما وصلت المرحلة ديال يعني ديال هذه الهدية العظيمة ديال الله عز وجل لنا اللي هي الصلاة، كان النبي عليه الصلاة والسلام قاب قوسين أو أدنى في ليلة الإسراء والمعراج، حتى بلغ ووصل إلى سدرة المنتهى ورأى من آيات ربه الكبرى. ثم العلماء يقولوا كأن الله عز وجل، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى يا ربي قربتني منك وأعطيتني هذا الخير كامل، حتى الأمة ديالي راني باغيك تقربها منك وحتى هي تكرمها وتعطيها. فكأن الله عز وجل طبعا استجاب له، والأمر كذلك فعلا فاستجاب له، قال الله عز وجل ها هي الصلاة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفين كان السجود؟ في الصلاة. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن كيفاش اللي يسمع هذه الخيرات كلها غادي يعني غادي يكون متهاون عن الصلاة؟ كيفاش اللي يسمع هذه الخيرات كلها غادي يجلس حتى لرمضان عادي يقول لك آجي راني تنصوم ولكن ما تنصليش؟ هذا بالنسبة للإنسان المسلم يعني الأمر ديال الصلاة مفروغ منه، صلة مع الله. كيفاش أنت غتقطع الصلة ديالك مع الله سبحانه وتعالى؟ كي غادي تكون الحالة ديالك وأنت قطع الصلة ديالك في الصلاة مع الله سبحانه وتعالى؟ بالعكس، خاصك اللحظة ديال الصلاة ننتظروها. هذيك القضية ديال نصلي باش نحيد عليا الصلاة، علاش ما تنقولوش دابا في رمضان ناكل باش نحيد عليا نفطر باش نحيد عليا الفطور؟ علاش غير الصلاه اللي غادي نحيدها عليا؟ الصلاه خصني انا محتاج ليها، محتاج انني نوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى.
محتاج انني ندعي الله عز وجل، محتاج لهذيك اللحظه المباركه ديال السجود، محتاج لها انني نتذكر مع الله تبارك وتعالى، انني ناجي الله سبحانه وتعالى. اذا الصلاه بالعكس خصنا نصليو وحنا فرحانين، نصليو الصلاه ديالنا وحنا عندنا واحد الرغبه. فلذلك يعني الصيام ركن من اركان الاسلام، والصلاه ركن من اركان الاسلام، ولكن النبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا اول في الحديث الصحيح، اول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر. العلماء اخذوا هذا الحديث وتناولوه وتاملوه وشرحوه، فمنهم من قال بان من طبيعه الحال ان من يعني من 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 جحد الصلاه وتركها يعني جحودا وانكارا لها، قالوا هذا كافر باجماع، ومن تركها كسلا وتكاسلا وتهاونا قالوا يستتاب، عاصي فاسق لانه ترك الصلاه. ومنهم من قال بانه يعني كفر كفرا لا يخرجه عن المله باعتبار انه مسلم يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. اذن هذا الاختلاف ديال العلماء، علاش حتى يختلفوا في العلماء واش انا كافر واش انا فاسق واش انا نصلي نتقرب من الله عز وجل؟ هي فرصه ليا مع سيدي ربي تعالى الكريم، هي فرصه باش الله تبارك وتعالى يعطيني، باش الله سبحانه وتعالى يكرمني، باش الله سبحانه وتعالى يرحمني، فرصة باش نترقى لكي أترقى في مدارج العروج وفي مدارج السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرسل رسالة حينها يعني لعماله على الأقاليم، هذا سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، كان يرسل لهم رسالة تيقول لهم في هذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما بعد فإن أهم أمركم عندي الصلاة. شوف الرسالة كيفاش دايرة، فإن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها فهو لما سواها أحفظ ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. الصلاة الأمر ديالها عظيم أيها الأحبة الكرام، ولذلك حنا ماشي غادي نبقاو نقولوا اجي نشوفوا هذا السيد هذا واش نقول له، لا نقول لهذا السيد هذا ايوا دابا ملي ما تتصليش وبلا ما تصوم، لا ابدا ماشي هذا هو القصد. الذي يصوم ولا يصلي حكمه انه يجب عليه ان يصلي، خصو يصلي، خصو يتوب لله سبحانه وتعالى، خصو يصلح هذا خلل. الحمد لله ان الله وفقك انك يعني تقوم بواحد الركن من اركان الاسلام اللي هو يعني الصيام، اذا كيف تتهاون يعني الصلاه؟ ومن يعني من البشريات ديال من يعني الاحاديث العظيمه، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكيف سنتصور ان الذي يصلي ان الذي لا يصلي يصوم رمضان ايمانا واحتسابا؟ هذه المعادله هذه كيفاش غادي نديروا لها؟ هو لا يصلي ويصوم رمضان ايمانا واحتسابا، يعني انه باغي من الله سبحانه وتعالى ان يرحمه وان يغفر له وان يتوب عليه وان يرفع مقامه وان يرفع درجته وان يرزقه النظر الى وجهه الكريم وهو ما تيصليش. فايها الاحبه الكرام، هذا يعني هذا الموضوع من المواضيع اللي حقيقه خصنا فيها اعاده النظر وناخذها بواحد العزم، وندعي الله سبحانه وتعالى يعني رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يا رب اجعلني نأدي هذه الهدية العظيمة ديال الصلاة. والله يوفقنا وإياكم، والله يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.